يلا بسم الله الرحمن الرحيم. OSPF configuration تمام. نفس اللاب اللي كنا عملناه قبل كده مع الريب، هاجي على ار واحد هديله اي بي هنا، زي مثلا هخلي الشبكه اللي هنا شبكه عشرات اوفر 24، فمعنى كده ان فاست 0 على 0 هديله اي بي 10001 تمام، بريفكس على 24، وهكريت عليه لوب باك هديله وحايد على 32. بالنسبه لار 2 نفس الكلام، فاست 1 على 0 هديله اي بي 10002 اوفر 24، واللوب باك اتنينات على 32 تمام. تعالوا نكونكت بقى دلوقتي على الراوترز دي ونحط اي بي هات ونشغل عليه بروتوكول الـ OSPF. طيب الانترفيس الاولاني فاست 0 على 0، اتفقنا ان انا هديله اي بي 10001 ونو شوت داون. والانترفيس الثاني لوب باك 1 هديله اي بي ادرس وحايد، وقلنا بريفكس على 32 تمام. الثاني فاست 1 اوفر 0 اي بي ادرس نو شوت داون، والانترفيس الثاني لوب باك 2 واديله اي بي ادرس تمام. طيب حتى هذه اللحظه لو جيت على ار 1 وار 2، الاثنين لو قلت لهم شو اي بي راوت اساسا تمام، شو اي بي راوت، هلاقي ان بالنسبه لار 1 شايف الشبكات الدايركتلي كونكتد اللي هي العشرات والوحيد، وبالنسبه لار 2 هلاقيه شايف العشرات والاثنينات. يعني معنى كده ان ار 1 ناقصه الاثنينات وار 2 ناقصه الوحيد تمام. قومناه قبل كده عن طريق بروتوكول الOSPF اكثر ريب، هنقومه النهارده بقى عن طريق بروتوكول الOSPF. فاقول له راوتر OSPF، لو استخدمت الهات هناك في الراوتر ريب كنت بقول له راوتر ريب وانتر صح. هنا بقى في الOSPF لقيته طالب مني حاجه اسمها بروسيس اي دي. قبل ما نقول ايه البروسيس اي دي، عايزين بس ندردش كده مع بعض ايه الفرق ما بين كلمه ابلكيشن وبروسيس. ابلكيشن ده معناه كترجمه حتى تطبيق او برنامج، سواء انستولد او نوت انستولد، المهم ان هو دلوقتي نوت رانينج مش شغال، انت مش عامل عليه دبل كليك. بمجرد ما انت بتعمل عليه دبل كليك بيحجز لنفسه جزء جوه الميموري وبالتالي بيتحول لبروسيس. يعني ايه؟ لو انا جيت دلوقتي مثلا هنا فتحت التاسك مانجر تمام، دي كل دلوقتي الابلكيشنز اللي راننج دلوقتي جوه الميموري اللي انا مشغلاها. مثلا على سبيل المثال الفايرفوكس مش موجود هنا، فلو جيت فتحت دلوقتي الفايرفوكس مثلا تمام، ظهر ولا لا؟ طيب لو جيت دلوقتي على الفايرفوكس وقفلته تمام، ابلكيشن انستولد عندي بس خلاص ما بقاش بروسيس لان انا دلوقتي قفلته وبالتالي اتشال من جوه الميموري. نفس الفكره بالظبط بالنسبه لبروتوكول الاو اس بي اف، ده هو بروتوكول اساسا موجود على الراوتر بس نوت راننج دلوقتي، هو انستولد مع الاي او اس لكن نوت راننج دلوقتي. فانا دلوقتي عايز اعمل له ران وبالتالي هيتحول عندي لبروسيس، هيتحول لايه؟ لبروسيس تمام. طيب هنا بقى بكتب له رقم البروسيس اي دي. البروسيس اي دي ده اولا الرقم ده بنقول عليه لوكالي ايون سيجنيفيكانت تمام. يعني ايه لوكالي سيجنيفيكانت؟ اخدنا المصطلح ده قبل كده، قلنا معناه تاثيره محلي على الراوتر. بمعنى لو انا جيت على ار واحد خليت قيمه البروسيس هنا واحد وجاري خليت البروسيس عليه اثنين، هيبقوا جيران وزي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. لكن على نفس الراوتر لو كريت اكتر من بروسيس زي مثلا واحد وثلاثه مثلا، باي ديفولت الاثنين مش هيشوفوا بعض باي ديفولت. يعني معنى كده ان كل واحده هيبقى لها راوتنج تيبل مستقل. يعني ايه؟ وبعمل بيه ايه اساسا؟ قيمه البروسيس هتفيدني في ايه؟ تعالوا ندردش بقى كده في موضوع جانبي تمام. هفترض دلوقتي مثلا ان ده الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر، وان الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر رابط اكتر من عميل، سي مثلا عميل زي اتش اس بي سي، بنك اتش اس بي سي وبنك سي اي بي. اللي باللون الازرق ده بنك، واللي باللون الاحمر ده بنك تاني. وقلنا تاني الراوتر اللي فوق ده بتاع مين؟ الاي اس بي او الاس بي تمام. ساعات بكتبها اس بي سيرفيس بروفايدر وساعات بكتبها اي اس بي سيرفيس بروفايدر. بالمناسبه هي نفس الشركه بس بنسميها سيرفيس بروفايدر لما يكون الهدف ان اصلا يعني الشركات في روحها ترتبط ببعض، مش الهدف خالص ان اطلع انترنت، لكن بنسميه انترنت سيرفيس بروفايدر لما يكون الهدف ان العميل عايز يطلع انترنت. فهي اختلاف مسميات مش اكتر، لكن هي نفس
الشركة. تمام؟ هفترض بقى دلوقتي زي ما اتفقنا ان ده الشركة او البنك بتاع HSBC، تمام؟ وان ده البنك بتاع CIB. ينفع دلوقتي اساسا ان الداتابيز بتاع البنك منهم تشوف الداتابيز وبيانات العملاء بتاعت واحد تاني؟ المفترض لا. تمام؟ طب ما انا دلوقتي لو شغلت على الشبكه دي كلها من اولها لاخرها نفس الراوتنج بروتوكول، ما هو هيبقى راوتنج تيبل واحد بس وبالتالي كله شايف بعضه. تمام؟ طب احل المشكله دي ازاي؟ بالنسبه مثلا لبروتوكول الاو اس بي اف سمبلي، قال لك ممكن تيجي على الراوتر بتاع السيرفيس برايدر تكاري البروسيس، تدي لها مثلا رقم واحد تضيف جواها الشبكه دي والشبكه دي. هفترض ان دي شبكه عشرات 11 12 13، تمام؟ فهتكريت عندي بروسيستي مثلا رقمها واحد، تضيف جواها شبكه العشرات وال 12، تمام؟ وتكريت بروسيس ثانيه سي مثلا هدي لها رقم 2، تمام؟ وكريت او اضيف جواها الشبكه دي واضيف جواها الشبكه دي، تمام؟ يبقى معنى كده ان الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر هيبقى عليه 2 راوتنج تيبل، واحد جواه الشبكه اللي باللون الاحمر والثاني هيبقى جواه الشبكات اللي باللون الازرق. ايا كان رقم البروسيس اللي عند جاري، رقم البروسيس اللي عند جاري وات ايفر هي قيمتها كام مش هيأثر عندي، لكن لو اكتر من بروسيس على نفس الراوتر قلنا تاني كل بروسيس منهم باي ديفولت هيبقى لها راوتنج تيبل مستقل عن الثاني. وضحت الفكره لغايه دلوقتي؟ تمام. قلنا باي ديفولت. طب لو انت حبيت ان الاثنين اصلا يشوفوا بعض، ان شاء الله بقى اللي هيكمل فيكم ان بي عن طريق فيتشر كده او طبق كده اسمه ريديستريبيوشن، ساعتها في اكسترا كونفيجريشن لازم تتعمل عشان تخلي الاثنين بروسيس المختلفين يشوفوا بعض. تمام؟ هنت بس كده بسيطه قبل ما نكمل. عاده، هو مش عاده، هو دايما عمري ما بشغل او اس بي اف ما بين الراوتر بتاع السيرفيس برايدر والراوتر بتاع العميل. ليه؟ لان بروتوكول الاو اس بي اف في ليميت شويه، ان عدد الراوتس، عدد السطور اللي في الراوتنج تيبل مجرد ما بتعدي ال 3 4000 راوت، تمام، بيبدا الراوتر اصلا يهيس وممكن يحصل كراش للبروسيس نفسها. امال دلوقتي ايه البروتوكول اللي يربط اصلا العميل بالسيرفيس برايدر؟ لو هو مثلا عميل صغير زينا كده، تمام، سمول بزنس، او لو بنتكلم على الهوم يوزرز دايما بنستخدم ساعتها ديفولت راوت. قلنا ديفولت راوت برمي على اللي بعدي واللي بعدي يتصرف. لو هو عميل تقيل شويه، تمام، ساعتها بنستخدم بروتوكول البي جي بي، وده بيبقى ليه سيناريوهات معينه، مش بمزاجي كده اشغل البي جي بي ما بين راوتر العميل وما بين الراوتر بتاع السيرفيس رايدر، بيبقى ليه اسباب معينه. لكن ان جنرال مين هي البروتوكولات اللي بنستخدمها عشان العميل يرتبط بالسيرفيس رايدر؟ يا اما ديفولت راوت، يا اما بروتوكول البي جي بي، يا اما بروتوكول ايه؟ البي جي بي. واضح كده؟ طيب فحالتي هنا بقى، هنا هكري دلوقتي اتنين بروسيس، سي مثلا على ار واحد هكتب بروسيس رقم واحد وعلى ار اتنين هخلي البروسيس رقم اتنين عشان اكد لكم بس ان القيمه دي لوكالي سيجنفكنت. لكن انا عن نفسي كعبير دايما بحب استخدم رقم واحد، مش نفس الرقم، مش اقصد نفس الرقم، لا رقم واحد. ليه بقى؟ افرض دلوقتي على ار واحد في يوم كنت مكريت البروسيس رقمها مثلا خمسه، وجيت في يوم من الايام ظهرت شبكات جديده على ار واحد، بدل ما اقعد افتكر بقى واقعد اقول له شو راننج عشان افتكر البروسيس بتاعتي كانت رقمها كام، ليه الصداع ده؟ ليه وجع القلب ده؟ انا عن نفسي دايما بقى يعني معوده ايدي على راوتر او اس اف 1 انتر. واضحه؟ تمام. يبقى هاجي هنا اقول له ايه؟ راوتر او اس اف، دي مثلا هديله بروسيس هنا وتقدر تكريت اب تو 65000 وشويه بروسيس. تمام؟ بعد كده هكتب هنا امر نتورك، تمام، زي ما عملنا مع الريب بالظبط. فاقول له سي مثلا نتورك عشرات، بس احنا في الريب كنا قلنا ان امر نتورك ده مش بيذيع شبكه. امر نتورك بيعمل ايه؟ بيدور ها على الماتش انترفيس. بيدور على ايه يا شباب؟ على الماتش انترفيس. تمام، مجرد ما يلاقي انترفيس في الرينج بتاع العشرات هيشغل عليه في الباك جراوند اساسا بروتوكول الاو اس بي اف. مجرد ما يشتغل البروتوكول الاو اس بي اف على الانترفيس، الراوتر هيعمل اتنين اكشن. الاكشن الاولاني هيبدا يبعت هيلو من الانترفيس ده يدور على جرين، تمام. الاكشن الثاني هفترض ان ار واحد كونكتد هنا وراه بار 3، فهياخد الشبكه دي يزيحها لار 3 في حاله لو كنت مشغله او اس بي اف ما بينهم. يبقى ثاني، بمجرد ما الاو اس بي اف يشتغل على الانترفيس، الراوتر هيعمل حاجتين. اول حاجه يبدا يبعت هيلو من الانترفيس ده يدور على جرين،
الخطوة التانية ان هو يعمل ايه؟ ياخد الشبكة دي اصلا بتاعة الانترفيس يزعها لجيران واللي وراه اللي شغلنا بينهم وستيف. تمام؟ طيب بالنسبة لبروتوكول الريب لما كنت بضغط انتر كده خلاص هنا في الاو اس بي اف لو استخدمت الهيلب قال لي لا محتاج منك معلومات تانية. ايه هي؟ طالب مني دلوقتي الوايلد كارد. طالب مني ايه؟ الوايلد كارد. ايه الوايلد كارد ده بقى؟ قال لك ده مقلوب عادة مش ماسك، بيبقى مقلوب السبنت ماسك. عادة بيبقى ايه يا شباب؟ مقلوب السبنت ماسك. يعني ايه اصلا مقلوب السبنت ماسك؟ تعالوا الاول نشوف ازاي بحسب الوايلد كارد وبعد كده نقول بنعمل بيه ايه. تمام؟ بالنسبة للوايلد كارد قلنا بيبقى مقلوب السبنت ماسك. انا بشغل دلوقتي الاو اس بي اف على انترفيس عشرات. تمام؟ العشرات ده السبنت ماسك بتاعه كام؟ صح؟ مقلوبه يعني ايه؟ يعني تمسك السبنت ماسك ده تحوله لصفار ووحيد، الوحيد تقلبها صفار، الصفار تقلبها وحيد. 255 يعني كلها وحيد، 8 وحيد مقلوبها 8 اصفار. تمام؟ يبقى 0 دوت 0 دوت 0 دوت 1. ها؟ ايوه دي اصلا 8 اصفار مقلوبها 8 وحيد. 8 وحيد يعني كام يا محمود؟ 255. يعني كام؟ 255. تمام؟ تعالوا نجربها تاني. لو عندي مثلا سبنت ماسك بالمنظر ده، تمام؟ عايز اطلع الوايلد كارد، يبقى قيمته هتبقى 0 دوت وات ايفر دوت 255 دوت 255. تمام؟ يبقى دي بقى اللي انا هضطر ان انا احولها لصفار وحيد وبعد كده اقلبها. طب وليه الصداع؟ في طريقه اسهل. ايه هي؟ ان انت تطرح من المتمم. ايوه تطرح منين؟ 255 ناقص 255 0. 255 ناقص 240 ده هيديني بالظبط 15. يبقى ان جنرال لو انت عندك وايلد كارد عايز تطلع منه السبنت ماسك او العكس بتطرح من المتمم. بتطرح ايه؟ من المتمم. تمام كده؟ طيب انا كده عرفت ازاي بطلعه. اعمل بي اي، مش احنا لسه قايلين ان هو مجموعه من الاصفار والوحيد؟ تمام. صفر ده معناه دو تشيك، واحد معناه دونت تشيك. دونت ايه؟ تشيك. دونت تشيك على ايه ودونت تشيك على ايه؟ صح. الامر بتاعي دلوقتي نتورك، تمام، عشرات اللي الوايلد كارد 0 0 0 255، مش ده الامر بتاعي؟ صح. ها تاني البرفكت هنا 24، يبقى مقلوبه 0 0 0 255. لو انا كتبت دلوقتي الاو اس بي اف على الراوتر بالمنظر ده، ده معناه ان انا كده بقول له يا راوتر شغل لي الاو اس بي اف على كل الانترفيسز دوت شيك ان اول اوكتت فيها ب 10، دوت شيك ان ثاني اوكتت فيها ب 0، دوت شيك ان ثالث اوكتت فيها ب 0، اخر واحد دونت تشيك. اخر واحد ايه؟ دونت تشيك. يبقى معنى كده ان انا بشغل الاو اس بي اف على مين؟ على 10 0 0 اي حاجه. يعني ده معناه مثلا هفترض لو عندي انترفيس هنا على الراوتر 10 0 0 5 يبقى هيشتغل عليه الاو اس بي اف ولا لا؟ تمام. طب لو عندي انترفيس دلوقتي على الراوتر 10 1 0 1 مثلا، هيشتغل عليه الاو اس بي اف؟ لا. تمام. ليه؟ لان انا قلت له شغله على 10 0 0 اي حاجه. تمام. طيب بصوا كده، هفترض دلوقتي ان انا كنت عامله سبنتنج مثلا البريفكس هنا على 30. على 30 يعني هطلع بكام اي بي؟ طيب من غير الماينس 4، صح؟ 0 1 2 3. طبعا الصفر والثلاثه مش نافعين. تمام. يبقى معنى كده ان النتورك اللي ثانيه اللي بعديها هتبدا من 4 5 6 7. 4 دي النتورك اي دي، يبقى اول اي بي فاليد عندي اللي هو 5. تمام. عشان بس اقدر ان انا اعمل سبنتنج بالمنظر ده لازم اغير البرفكس، لان لو خليت ده على 24 وده على 24 هيحصل كونفليكت، مش هينفع اوفرلاب. تمام. يبقى تاني، لو انا دلوقتي عندي الانترفيسز بتاعتي انا كنت حطاها بالبرفكس دي وعامله سبنتنج بالمنظر ده، وانا دلوقتي كنت عايزه اشغل الاو اس بي اف على الانترفيس ده بس، لو انا كتبت الامر بالمنظر ده معنى كده ان انا في الباك جراوند شغلته على مين؟ على ده وعلى ده. ما انا قلت له دونت تشيك على اخر اوكتت، دونت تشيك على ايه؟ يبقى انا شغلته على 10 0 0 اي حاجه. يبقى تاني ده معنى ايه يا مجدي؟ اني شغلته على الانترفيس ده وشغلته على الانترفيس ده. طب افرض دلوقتي بقى ان انا عايزه اشغله على الانترفيس ده بس، ده بس
اعمل ايه؟ ايوه. او طيب لو انا قلت له دلوقتي نتورك عشرات اللي هي النتورك اي دي، الوايلد كارد بقى مش انا لسه قايله عاده بيبقى مقلوب السبنت ماسك تمام؟ 30 ده يعني 255 255 255 252، يبقى مقلوبها 0003. يبقى انا لو كتبت له النتورك اي دي بالمنظر ده والوايلد كارد بالمنظر ده، يبقى انا كده في الحاله دي بشغله على الانترفيس ده بس، اللي فوق لا. تمام؟ طب ايه رايكم في طريقه افضل وافضل؟ انا عن نفسي بفضل دايما ان انا اكون مور سبيسيفيك. بمعنى ايه؟ دلوقتي لو خلينا تاني على 30 تمام؟ وعايز اشغل الاوس بي اف على الانترفيس ده بس، اعمله ازاي؟ ممكن ان انا اقول له نتورك 10.0.0 الاي بي ذات نفسه والوايلد كارد كله صفر. الوايلد كارد ايه يا شباب؟ كله صفر. يبقى معنى كده ان انا بقول له شغلي الاوس بي اف على مين؟ دوت شيك ان انت هتشغله على الانترفيس ده بس، مش اي انترفيس تاني. ريكومندد في البرودكشن ان انت تكون مور سبيسيفيك، مش تشغله على كل حاجه. تمام؟ يبقى انا كده شغلته على الانترفيس ده بس. حد بقى عامل كده في حاجه؟ يبقى بعد كده ان شاء الله في شغلنا هنكتب الامر بتاع نتورك واحدد الاي بي بالظبط اللي عايزه اشغل عليه الاو اس بي اف والوايلد كارد كله صور. يبقى هو عاده بيستخدموه مقلوب السبنت ماسك، لكن مش شرط. انت فهمت دلوقتي الوايلد كارد اصلا بنحدده بناء على ايه؟ واضحه؟ طيب ممكن بعد كده على فكره برضو لو انا كتبت مثلا امر بالمنظر ده نتورك صور اللي الوايلد كارد كله 255، يبقى ده معنى ايه؟ ده معنى ايه؟ دونت تشيك على الكل، دونت ايه؟ تشيك على الكل. يبقى معنى كده اساسا ان الراوتر ده لو عليه 20 30 انترفيس، يبقى انا كده في الباك جراوند شغلت الاو اس بي اف عليهم كلهم في سطر واحد. اسهل بالنسبه لي ككونفجريشن، بس ده مش ريكومندد نهائي. ليه بقى؟ ليه مش ريكومندد ان انا اكتب الامر بالمنظر ده؟ افرض دلوقتي ان الراوتر ده مثلا عليه عدد كبير من الانترفيسز، منهم انترفيس انا ما كنتش ناويه ان انا اشغل عليه او اس بي اف. تمام؟ اي انترفيس قدام هيظهر بعد كده في الباك جراوند هيشتغل عليه الاو اس بي اف، انا ما كنتش ناويه اشغل عليه اصلا الاو اس بي اف، بفرض ان الانترفيس ده الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر اللي رابطني براوتنج دومين مختلف بسيرفيس برايدر تاني شغالين بيننا وبينه اصلا اي اس اي اس، فما كنتش عايزه اشغل عليه او اس بي اف. انما لو انا كتبته بالمنظر ده، قلنا تاني كل الانترفيسز اللي دلوقتي وفي الفيوتشر كمان في الباك جراوند هيشتغل عليها او اس بي اف. واحنا قايلين قبل كده ان في البرودكشن حاول بقدر الامكان ان انت تكون مور سبيسيفيك، اكثر تحديدا عايز تشغله على مين. مش هقول لكم ان انا مش بستخدمه، ساعات كتير بستخدمه بس في اللاب انفايرمنت، لما يكون الهدف مش ان انا اشغل او اس بي اف، ده احنا بنقوم الاو اس بي اف على السريع كده عشان في حاجه ثانيه بعد كده عايز اشرحها. تمام؟ ففي خبطه واحده كده بروح مشغله على كل الراوترز بالامر ده، استسهل واكمل شغل. وضحت؟ تمام. يبقى تاني لو هنشتغل صح بقى، هاجي هنا اقول له ايه؟ ها؟ 10.0.0.1 اللي الوايلد كارد كله صور. تمام؟ التوبولوجي اللي قدامي ده محتاج ان انا اقسم الشبكه فيه لارياز؟ لا، لان احنا قلنا قبل كده ان سيسكو بتريكومند ان جوه الاريا الواحده ايوه يكون من 50 ل 70 راوتر. تمام؟ فهنا ممكن احطهم في اريا واحده بس وخلاص. تمام؟ احنا هنقسمهم بس دلوقتي الارياز عشان بس نشوف طريقه الكونفجريشن، لو انت هتقسمهم ارياز هتبقى ازاي. تمام؟ وحتى لو انت هتحطهم في اريا واحده بس لازم برضو تحدد رقم الاريا. فلو انت هتحطهم في اريا واحده بس اي رقم عادي، اي رقم للاريا، لكن لو في مالتيبل ارياز ماست يبقى في عندي اريا زيرو، ماست يبقى عندي ايه؟ اريا زيرو. فانا هحط دلوقتي الراوترز دي ار 1 وار 2 هنا في اريا زيرو، وهكريت هنا اريا سي مثلا اريا 10. اريا زيرو دي سميناها الباك بون اريا، وهسمي دي مثلا اريا 10، دي اللي بنسميها انترنال اريا، بنسميها ايه؟ انترنال اريا. تمام؟ معنى كده ان ار 2 ده بقى ايه دلوقتي؟ ايوه اريا بوردر راوتر. تمام؟ اريا بوردر راوتر كنا قلنا ان عليه انترفيس في اريا وانترفيس في اريا ثانيه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي لما اكتب الامر بالمنظر ده لو استخدمت الهيلب طالب مني رقم الاريا، هتبقى في اريا كام؟ زيرو. تمام؟ انتر. وبعد كده اقول له اني عايزه كمان اشغل الاو اس بي اف على الوحايد اللي الوايلد كارد كله صار، احنا قلنا نكون مور سبيسيفيك. اللوب باك اللي هو ده تمام؟ تبع اريا
زيرو برضو. تمام يبقى هقول له اريا زيرو. الامر صح، المفترض ان انا اضغط انتر دلوقتي. انا هكومنت السطر عشان سؤال المفترض ان انا هساله لكم، لو جاوبتوه نكمل تمام. وبعد كده الصح ان احنا هنرجع نشغل الامر ده تاني، بس عشان تاكيد لكلمه نظري كده شرحناها المحاضره اللي فاتت تمام. طيب نيجي بقى دلوقتي على ار 2 تمام. نيجي اقول له راوتر او اس تي اف وات ايفر رقم البروسيس اي دي، انا هخليه 2 عشان ااكد لكم ان تو راوتر هيبقوا نيبرز تمام. واقول له هنا نتورك عشرات 2 الوايلد كارد كل اصفار، ده بقى تبع اريا كام؟ ها ها ليه ده ايوه كده اريا زيرو تمام. وبعد كده هقول له نتورك، عايز اشغله كمان على الانترفيس اللي هو اللوب باك 2 اللي الوايلد كارد كل اصفار، ده بقى اللي تبع اريا ايوه اللوب باك اهو، ده بقى اللي تبع اريا 10. وبرده الامر صح، المفترض ان انا اضغط انتر تمام. برده انا هكومنت السطر عشان ناكد معلومه بس شرحناها نظري. اول ما شغلت اصلا الاوز بيف على عشرات سواء عند ار 1 او ار 2، طلع لي سيس لوك على الاثنين بيقول لي نتيجه بروتوكول الاوز بي اف لا ادجستنسي تشينج، تغيير في الادجستنسي في التجور تمام. نتيجه الاوز بي اف اللي واخد بروسيس رقم 2 لا نيبر، مين هو؟ وحيد، رغم ان انا مش شغلت الاوز بي اف اصلا على الوحيد تمام. على الانترفيس فاست 1 على 0، ده الانترفيس اللي من ناحيتي انا تاني. حاضر، لا نيبر دلوقتي هاني، مين هو؟ مش انا على ار 2، لا نيبر اللي هو الوحيد رغم ان انا مش شغلت اصلا الاوز بي اف على الوحيد تمام. لا جاري ده من خلال اني انترفيس عندي انا فاست 1 على 0 اهو، ايوه فاست 1 على 0 من ناحيتي انا تمام. فروم لودنج تو فول، ايه بقى حوار فروم لودنج تو فول ده؟ تعالوا ندردش كده شويه عن الاوز بي اف ستيتس، حالات الانترفيس في حاله بروتوكول الاوز بي اف. اول حاله داون، بعد كده انت، بعد كده تو وي، بعد كده اي اكس ستارت، بعد كده اكس تشينج، بعد كده لودنج، اخر حاجه فول. اخر حاجه ايه؟ فول. سوري تمام. نمسك واحد واحد بقى. داون، داون ده معناه ان انا يا دوبك لسه بس مشغله الاو اس بي اف على الراوتر تمام، لسه مش بعت هنا ولسه مش عامل اي حاجه خالص، وفي المرحله دي بيجنريت لنفسه ريد. بيجنريت لنفسه ايه؟ لان لازم في الاول يجنريت لنفسه ريد، لان لما يجي يبعت الهيلو ماست يبقى انكلودد جواها الريد. وعرفنا الريد بيتحسب ازاي؟ اول حاجه مانيوال كونفيجر، لو انت مش حطيته بايدك اعلى اي بي لوب باك، حتى لو ما كنتش شغلت عليه الاو اس بي اف، لو انت مش مكريت لوب باك اعلى اي بي الانترفيس حقيقي انيبل، حتى لو مش كنت شغلت عليه الاو اس بي اف. ده في مرحله الداون. بعد كده ار 1 اللي هيبعت لار 2 حلو تمام، ده كده دخلنا في المرحله بتاعت الانت ستيت. ار 2 هيكرر نفس العمليه هو كمان تمام، ويبعت لار 1 هو كمان هيلو، دخلنا كده في المرحله بتاعت التو واي. يبقى التو واي كده هم تبادلوا خلاص الاو اس بي اف وبقوا نيبرز. يدخلوا بعد كده في المرحله بتاعت الاي اكس ستارت. ايه بقى حوار الاي اكس ستارت؟ بالمناسبه صحيح قبل ما انسى، في المرحله اصلا بتاعت الان دي تمام، احنا عندنا ثلاث انواع من التوبولوجي صح، اللي هم بوينت تو بوينت وبرودكاست، وفي نوع ثالث اسمه ان دي ام اي صح تمام. مش هناخده اه، بس قلنا ان في نوع ايه ثالث تمام. اللي اقصده بس يا هاني ان ان دي قصادها في شبكات الان دي ام اي اسمها اتمت، متكثف عينك. ايه النص المتكثف اللي انا بقوله دلوقتي؟ اسمه اتمت. اسمه ايه؟ اتمت تمام. اختلاف مسميات بس تمام. وساعتها النيبر ريليشن شيب بتتبني بطريقه استاتيك، مش عايزه ادخلكم في متاهات، اعرفوا لي بس ان اسمها مختلف وخلاص تمام. طيب نكمل بالنسبه بقى للاي اكس ستارت. ماشي، لازم كل مره تستعجل وتهبط، كل مره تروح خابط كده، فكر فكر الاول ها. طيب ندخل بعد كده في المرحله بتاعت الاي اكس ستارت. ايه بقى مرحله الاي اكس ستارت ده؟ بيبدا اصلا علاقه ما بين تو راوترز اللي هو ماستر سليف. ماستر ايه؟ سليف. مين هو الماستر؟ قال لك الماستر ده اساسا هيبقى هو اللي ليه ريد اعلى، اللي ليه ايه؟ ريد اعلى، وده اللي هيبدا ان هو يبعت المعلومات اللي عنده الاول لجاره. فانا هفترض دلوقتي على فكره ده ملوش علاقه بالدي ار والبي دي ار
يبقى الدي ار والبي دي ار ممكن يبقوا راوتر معينه والماستر والستيبل عكس. يعني هفترض مثلا ان ار واحد هو ده في حالتي اللي هيبقى مثلا ده الدي ار، وار اتنين هو اللي هيبقى بي دي ار. ممكن قوي ار اتنين يبقى هو الماستر وار واحد هو الستيف. تمام. يبقى تاني الماستر مين هو؟ اللي ليه رد اعلى. تمام. اللي هو في حالتي ار اتنين. ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك ار اتنين هو اللي في البدايه خالص اصلا هيبدا يروح لار واحد يبعت له مسج كده او باكت اسمها دي بي دي، داتا بيز ديسكريبتور. داتا بيز ديسكريبتور ايه الداتا بيز ديسكريبتور دي بقى؟ دي مش بيبقى جواها كل معلومات ال ال اس اي ومعلومات الشبكات، ده بتبقى اساسا من اسمها ديسكريبتيف، معلومات عن الشبكات، معلومات عن الشبكات اللي عنده بس. تمام. انما مش بيبقى جواها فعليا الشبكات اللي عنده. تمام. يبقى تاني بالنسبه للماستر هيروح للسليف يبدا يبعت له الدي بي دي، والعمليه عكسيه بس الفكره مين اللي بدا، مين اللي بعت الدي بي دي الاول. فدي في المرحله بتاعه الاي اكس ستارت بيبداوا يحددوا مين هو الماستر ومين هو السليف، يبداوا بقى يبعتوا الدي بي دي في الحاله او في المرحله بتاعه الاكس تشينج. في المرحله بتاعه مين؟ الاكس تشينج. تمام. طيب الاذان بس الاول نرجع تاني. قلنا تاني في المرحله بتاعه الاي اكس ستارت بيحصل الكشن مين هو الماستر والسليف. في المرحله بتاعه الاكس تشينج بيبداوا اساسا ان هم يتبادلوا الدي بي دي، وقلنا الدي بي دي جواها معلومات ديسكريبتيف عن الشبكات. تمام. كل واحد بقى ناقصه حاجه. تمام. يبدا يبعت لجاره مسج كده اسمها ال اس ار لينك ستيت ريكويست، يبعت له مسج اسمها ايه يا شباب؟ لينك ستيت ريكويست. ليه؟ بناء اصلا على الدي بي دي هيبقى عارف مثلا ان جاره عنده معلومات عن شبكات كذا، الشبكه دي مش موجوده عندي في اللينك ستيت داتابيز بتاعي، يروح باعت له ال اس ار يقول له ابعت لي معلومات الشبكه الفلانيه والفلانيه. تمام. يبداوا بقى ان هم يتبادلوا فعلا معلومات ال اس اي، كل واحد ناقصه حاجه يبعتها للتاني في المرحله بتاعت لودنج. في المرحله بتاعت ايه؟ لودنج. تمام. يبقى مرحله ال ال اس ار ده. تمام. وده يبعت له اللي هو محتاجه، ده في مرحله اللودنج. خلاص. خلصنا. بقت الداتا بيز اساسا سنكرونايزد على مستوى الشبكه بتاعتي كده، دخلنا في مرحله الفول، وده اللي انا نفسي اشوفه ان هم يبقوا فولي ادجستنسي، يوصلوا لمرحله الفولي ادجستنسي تجاور كامل. في مرحله الفول معناها ان اللينك ستيت داتابيس بقت سنكرونايزد ما بين الراوترز، سنكرونايزد ما بين ايه؟ الراوترز. وضحت كده؟ طيب نكمل. يبقى تاني فروم لودنج تو فول كده واحد، عند ار واحد نفس الكلام فروم لودنج تو فول، وقال لي ان جاري اللي هو الاثنينات. تمام. الاو اس تي اف بيعرف عندي، او اس تي اف بيعرف عندي 3 تيبلز، بيعرف عندي ايه؟ 3 تيبلز. التيبل الاولاني اللي هو النيبر تيبل، التيبل الثاني اللي هو الداتا بيز تيبل، التيبل الثالث اللي هو الراوتنج تيبل. الراوتنج ايه؟ تيبل. نمسك واحد واحد بقى. اول واحد اللي هو النيبر تيبل، النيبر تيبل من اسمه هيبقى جواه لسته بكل جريني، هيبقى جواه لسته بايه؟ بكل جريني. تمام. اشوفه ازاي؟ من خلال ام شو اي بي او اس بي اف نيبر، شو اي بي او اس بي اف نيبر. قال لي دلوقتي ان اول، انا على ار واحد اول جار انا لقيته اللي هو الاثنينات. نرجع تاني للسؤال، ازاي اصلا ار واحد شاف جاره بالاثنينات رغم ان انا مش مشغله اصلا الاو اس بي اف على الاثنينات ولا على الوحيد؟ ولو رحت عند ار اثنين وقلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر نفس الكلام هيجيب لي ار واحد بالوحيد. ليه؟ أي ليه بقى؟ هو صح كلام صح؟ هو خدها هنا كلمه الريد، الريد. تمام. النيبر اي دي اللي هو المقصود بيه الريد بتاع جاري، نفتكره تاني الريد كان بيتحسب ازاي؟ مانوالي كونفيجر. انا دلوقتي حطيت قدامكم ريد؟ لا. لو انا مش حطيت بايدي يبص على اعلى اي بي اللوب باك حتى لو ما كنتش شغلت عليه الاو اس تي اف. فعلا ار 2 اعلى لوب باك عليه اثنينات وانا مش شغلت عليه او اس تي اف فحسبوا ان هو الريد. تمام. طيب نوع التوبوليجي اللي قدامكم ده ايه؟ بوينت تو بوينت ولا بروكست؟ برودكاست. تمام. طالما برودكاست اساسا يعني معنى كده ان البريورتي، سوري، ان البريورتي واحد صح، وصلوا لحاله الفولي ادجسنسي. تمام. بيقول لي ان ار 2 ده هو البي دي ار، يبقى اكيد ار 1 ده الدي ار، اكيد ار 1 هو مين يا شباب؟ تهت في ايه؟ هو احنا في ار 1
ما انا على ار 1 جاري الاثنينات بي دي ار يا عبد الرحمن، يبقى اكيد انا دي ار صح. السؤال ليه دلوقتي ار 1 هو دي ار؟ بالظبط، هو اللي قام الاول في خلال 40 ثانيه. تمام، كنا قلنا مين اللي بيبقى دي ار؟ اللي يقوم الاول في خلال 40 ثانيه. حصل تاي اللي ليه بريورتي اعلى، حصل تاي اللي ليه رد اعلى. تمام، فانا لما خلصت كونفيجريشن على ار 1 ورحت على ار 2 اكيد كان عدى 40 ثانيه. تمام، طيب بالنسبه خلينا الاول الريد بتاع جاري اتنينات، الاي بي دايركتلي كونكتد معايا 10.002، وشفته من خلال انهي انترفيس عندي انا؟ 0.0/0. دايما لما اكون بتكلم من ناحيتي انا بتكلم باسم الانترفيس، من ناحيه جاري بتكلم بالاي بي بتاعه، من ناحيه جاري بتكلم بايه؟ بالاي بي بتاعه. طيب بصوا بقى، ركزوا كده في الديد تايم 38، اخدتوا بالكم؟ كان 30 وبعد كده بدا يترست. تمام، 36 32 اوبا 39 تاني. هو دلوقتي التوبولوجي ده قلنا اللي هو برودكاست، الهيلو قيمته قد ايه والديد قيمته قد ايه؟ 4 ايوه 10 والديد انترفال 40. فبصوا بقى كده على ايدي 40 مصطفى 40 39 لغايه 30، من 40 لغايه 30 عدى كام ثانيه؟ 10 ثواني. فالمفترض تجي لي هيلو ولا لا؟ يبقى التايمر ده هيترست تاني ابتداء من ال 40. تمام؟ معنى كده ان التايمر ده لو الشبكه بتاعتي كونفرجت ومفيش فيها مشاكل، المفترض ان هو عمره ما يقل عن 30. عمره ما يقل عن كام؟ لو قل عن 30 يبقى انا بدات افقد اتصالي بجوري، بدات افقد ايه؟ اتصالي بجوري. اب تو ذيس بوينت، حد وقع في حاجه؟ طيب ده اول تيبل عندي. التيبل الثاني شو اي بي وست اف داتا بيس، اللي هو انا عن طريق الامر ده بشوف اللينك ستيت داتا بيس بتاعتي. تمام، لو رحت دلوقتي عند ار 2 وكتبت نفس الامر كده شو اي بي اوس بي اف داتا بيز. تمام، بصوا كده انا بتنقل بين التابات، ايه رايكم؟ نجيبها كده شويه عشان توضح. نسخه طبق الاصل ولا لا؟ صح، الحاجه الوحيده اللي مختلفه هي الايدج، غير كده نسخه طبق الاصل. تمام، الاو اس تي اف احنا اتفقنا اساسا ان هو اصلا لما بيتبادلوا ال اس اي في منه 7 انواع بالنسبه للاي بي فيرجن 4 و2 بالنسبه للاي بي فيرجن 6 زياده. تمام، النوعين اللي موجودين قدامي دلوقتي، اول نوع اللي هو الراوتر لينك ستيت، المقصود بيه مين اللي بيعمله جنريت؟ كل الراوترز جوه الاريا، كل الراوترز عندي بتبعت ال اس اي. تمام، نوعه راوتر ال اس اي. تمام، وعشان كده قال لي مين هو الادفرتايز راوتر؟ الوحيد والاثنينات كله اهو. تمام، طيب بالنسبه للنت نتورك لينك ستيت، النتورك لينك ستيت مين اللي بيعمله اساسا جنريت؟ الدي اور. مين اللي بيعمله جنريت يا شباب؟ الدي اور. حتى اصلا ده الاي بي فعلا بتاع ار 1 اللي هو في حالتي دي اور، وده الادفرتايز راوتر اللي هو المقصود بيه الريد بتاع الدي اور. المقصود بيه ايه؟ الريد بتاع الدي اور. تمام، انا لسه قايله ان الداتا بيس سنكرونايز صح؟ كمان شويه هتتغير. ليه بقى؟ حتى هذه اللحظه هو انا كريت اري 10؟ لا انا مش كريت اري 10. تمام، وبالتالي الشبكه دي من اولها لاخرها حتى هذه اللحظه في اريا واحده بس اللي هي اريا 0. انا كنت عملت كومنت على اريا 10. تمام، عشان بس اصلح معلومه انا قلتها المره اللي فاتت في النظري، اللينك ستيت داتابيز تكون سنكرونايزد على مستوى كل الراوترز اساسا اللي جوه نفس الاريا. بس طبعا ما كنتش قلتها كده ساعتها لان احنا مش اخذنا مفهوم الاريا الا في الاخر خالص. تمام، يبقى تاني اللينك ستيت داتابيز بتبقى سنكرونايز بس على مستوى مين؟ مش كل الراوترز الاو اس بي اف، لا على مستوى كل الراوترز اللي جوه نفس الاريا. ار 2 دلوقتي لما كاريت عليه اريا 10 هيبقى تبع 2 اريا، فاللينك ستيت داتابيز عليه هتزيد. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي الراوتنج تيبل شو اي بي راوت. هنا مش هلاقي الاثنينات وهناك مش هلاقي الوحيد لان انا كنت عملت كومنت للسطر ده، فتعالوا نصلح بقى اللي احنا كنا عاملينه. هنزل هنا تحت راوتر او اس بي اف، تمام، 1 واقول له نتورك ها وحيد، تمام، تبع اريا 0، وبالنسبه لار 2 تمام راوتر او اس بي اف كام؟ 2 ولا 1؟ شفتوا كنت اقصد ايه؟ تمام، كان ممكن اتلخبط واروح كاتبه زي ما دلوقتي. انت قلت 3؟ انت قلت ايه؟ 2 2 2 ايه يا ابو دهوي؟ 2 البروسيس بيبقى رقم 1. تمام،
ده اللي اقصده يا شباب. كان ممكن اتلخبط واروح حاطه رقم واحد مثلا تمام، وبالتالي الراوتر ده هيبقى عليه اتنين بروسيس، وطالما عليه اتنين بروسيس مش هيشوفوا بعض باي ديفولت. عشان كده قلت لكم انا عن نفسي بفضل دايما استخدم رقم واحد تمام. ده هشغل عليه مين بقى؟ اللي تبع اريا 10. اللي تبع اريا كام؟ 10. تمام، تعالوا نتاكد بس كده ان اللينك ستيت داتابيز فعلا حصل فيها تغيير ولا لا. شو اي بي او سي اف داتا بيز، بصوا واخدين بالكم حتى ان هي زادت. شو اي بي او سي اف داتا بيز اتغيرت ولا لا؟ ما بقتش سينكرونايزد. حتى ده في انواع اعلى او انواع اكثر اسه من ال اس اي. وضحت كده؟ تاكيد للمعلومه اللي قلناها ان اللينك ستيت داتابيز تكون سينكرونايز على مستوى ايه؟ الراوترز اللي جوه نفس الاريا. تمام؟ كده بقى نشوف الراوتنج تيبل. شو اي بي راوت، فعلا شفت شبكه الاثنينات اللي كانت ناقصاني. تمام؟ شفتها بحرف او كابيتال، لان في او سمول ده حاجه اسمها اون ديموند راوتنج، ده مش موضوعنا في الكورس خالص. شفتها بايه؟ او كابيتال. سيبكم من اي اي دلوقتي. شفت شبكه الاثنينات، الرقم ده الادمنستريتف ديستانس، الرقم ده المترك اللي هو الكوست، لسه مش عارفه بيتحسب ازاي فيا مين جاري اللي هو 10002. بقالي قد ايه شايفه الشبكه دي؟ 29 ثانيه دقيقه. تمام، من خلال انهي انترفيس عندي انا؟ فاست 0 على 0. مش معنى ان في راوت ظهر في الراوتنج تيبل ان الشبكه كونفرجت. دايما تست مين؟ بالبنج. ممكن يبقى قوي عندي راوت لكن الديستنيشن مش عنده راوت باك ليا. تمام، ولو رحت دلوقتي هنا عند ار 2 وكتبت له برده شو اي بي راوت، لقيت برده شبكه الوحيد، بس شفتها بحرف الاو بس. شفتها بحرف ايه؟ الاو بس. تمام، ايه ده بقى؟ دلوقتي هو ار 2 في اريا كام؟ اريا 10 واريا 0. تمام، خلينا في اريا 0 وهو عايز يوصل لشبكه في اريا 0 برده، صح؟ طالما الاثنين في نفس الاريا بيظهر في الراوتنج تيبل بحرف الاو بس. او بس معناها انترا اريا، معناها ايه؟ انترا اريا. اعكس كده، ار واحد دلوقتي في اريا زيرو وعايز يوصل للشبكه اللي هنا اللي في اريا 10. الاثنين في اريا مختلفه، فبيظهر في الراوتنج تيبل بحرف او اي اي. اي اي معناه انتر اريا. انتر اريا يعني معناه في اريا مختلفه. انتر اريا يعني ايه يا شباب؟ في اريا مختلفة. في حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ الشبكة قامت؟ نوقعها؟ نوقع. استنى شوية ليه؟ زي ما عملنا في الرب. ايه؟ تمام؟ طيب. نوقعها بقى. طيب. احنا كنا اتفقنا ان في بعض الشروط اساسا عشان يبقوا تو راوترز نيبورز. اول شرط. طيب. اوكي، هو في حالتي فعلا دايركتلي كونكتد وقلنا ليها استثناءات يا عبد الرحمن. تمام؟ تاني شرط لازم يستخدموا نفس النتورك اي دي والبريفكس. تمام؟ هنا دلوقتي بقى البريفكس هنا على كام؟ 24. لو انا خليت البريفكس هنا على 30 هيشتغلوا؟ لا، هو كدايركتلي كونكتد هيبنجوا على بعض. تمام؟ لكن كل واحد وراه اصلا شبكه مش هيزحها للتاني. تعالوا نجرب ده كده. لو جيت دلوقتي على ار 2 وتحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 اديت له اي بي ادرس 10 2 اللي السبنت ماسك بي اي اخره 252. اوبا، طلع لي سيس لوب بيقول لي ايه؟ ان النيبر وحيد فروم فول تو داون. النيبر داون، وطالما النيبر داون شايفين حتى السرعه، شايفين اصلا طلع لي سيس لوب بسرعه ازاي؟ فاكرين الرب واللي شفناها في الظل في الرب يوميها؟ ايه؟ ها؟ زي الفل؟ طيب الدنيا وقعت وانا مش عارفه ايه المشكله. طبعا دلوقتي في الراوتنج تيبل كل واحد عنده معلومه مش هيزحها خلاص للتاني لان هما ما بقوش نيبرز. تمام، طيب الدنيا وقعت وانا مش عارفه ايه المشكله، اعمل ايه؟ ديباج. تمام، ديباج اي بي او اس بي اف. هناك كنت بقول له ديباج اي بي ريب، طلع لي سيسلوك هنا اهو، ظهر نوتيفيكيشن ازرق ان طلع لي سيسلوك اهو ان برده فروم فول تو داون. تمام، في الريب كنت بقول له ديباج اي ريب. هنا لو قلت له ديباج اي بي او اس بي اف في عندي مجموعه من الاوبشنز استخدمها. تمام، مثلا على سبيل المثال ايام اي او اس 12.4 كنت بحب قوي الاوبشن ده ايفنتس، مش عارفه ليه ابتداء من اي او اس فيرجن 15 ما بقاش بيجيب لي المعلومات اللي انا عايزاها.
هلو هو اللي بيجيب لي دلوقتي اكزاكتلي المعلومه اللي انا عايزاها وبيديني نفس حتى الشكل اللي كان بيجيبه لي قبل كده ايفنتس. تمام، لو قلت له انتر ونجهز الاندي باك قول كده لقط الكلمتين اللي انا عايزاهم. ريسيفد هلو فروم وحيد. تمام، اريا 0 مين جاري ده 10001. مس ماتشد هلو بارامترز، عندك شويه مشاكل في الهلو. ليه يا عم؟ كنت ديد الريسيفد 40، السي يعني لوكال، اللوكال 40، يعني الديد انترفال الريسيفد 40 واللوكال اللي انا بعملها جنريت 40، فيها مشكله؟ طيب كنت الهلو الريسيفد واللوكال حصل فيها مشكله؟ لا. طيب كنت السبنت ماسك تمام الريسيفد 24 واللوكال اخره 252. عرفنا بطلع المشكله ازاي؟ يبقى تعالوا نصلح بقى المشكله اللي احنا عملناها. هنزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 وادي له هنا اي بي اخره 0. طلع لي سيس لوك تاني فروم لودنج تو فول. تمام، تعالوا نوقع الشبكه بطريقه ثانيه. تمام، احنا قلنا عشان التو راوترز يبقوا نيبرز شفنا اول واحد اللي هو نفس قيمه السبنت ماسك ونفس قيمه البريفكس. تمام، تاني حاجه كان تاني شرط must use the same hello interval وال dead interval. طب قبل دلوقتي اصلا ما اغير الهيلو او الديد انترفال تمام، يا ترى اصلا قيمه الهيلو قيمتها كام؟ عندي امر فيري هاندي على الراوتر اسمه شو اي بي او اس بي اف انترفيس. شو اي بي او اس بي اف انترفيس، بس لو ضغطت انتر دلوقتي هيجيب لي معلومات عن كل الانترفيسز اللي راننج عليها الاو اس بي اف. عشان كده في حالتي انا هحدد فاست 1 اوفر 0 عشان يجيب لي المعلومات بس على فاست 1 اوفر 0. شايفين كميه المعلومات اللي جايبها لي قد ايه؟ مثلا بيقول لي ان الانترفيس ده حالته والبروتوكول بتاعه اب يعني الستيتس والبروتوكول. تمام، الاي بي بتاعه تبع اريا اتاتشد فيا نتورك ستيتمنت، يعني معنى كده انه بيقول لي ان انت شغلتي الاو اس بي اف على الانترفيس ده عن طريق امر نتورك. ايه ده، هي في طرق ثانيه؟ هناخد منهم حتى واحد باذن الله في الكورس بتاعنا، لكن في طرق كمان. تمام، فعشان تشغل الاو اس بي اف على الانترفيس مش شرط عن طريق امر نتورك، في طرق ثانيه. تمام، طيب البروسيس اللي انا مشغلها رقمها الريد بتاع الراوتر، نوع الشبكه برودكاست، الكوست اللي هو المترك لسه مش عارفه اتحسب ازاي. تمام، الدي ار مين الريد بتاعه اللي الاي بي بتاعه 10001، مين هو البي دي ار الريد بتاعه كذا. تمام، اللي الاي بي بتاعه كذا. شايفين كميه معلومات قد ايه؟ قمت الهلو الديد 40 والويت 40. ايه الويت ده بقى؟ الويت ده مش كنا قلنا الراوتر اللي هيبقى الدي ار هو الراوتر اللي هينتخب نفسه ويصبر على الباقي في خلال 40 ثانيه، لو ما حدش دخل قصاده في الانتخابات هينتخب نفسه ان هو الدي ار، هو ده الويت. والويت مش عندي تايمر صريح يغيره، الويت بيتغير دايما بناء على الديد. بمعنى لو انا دلوقتي الاول برضو كنا قلنا لو انا غيرت الهلو بيأثر على الديد، العكس لا. فلو انا دلوقتي مثلا خليت قيمه الهلو 5 الديد هيبقى 20 والويت 20 برضو، والويت هو كمان 20. لو خليت الديد اي قيمه الويت بياخد نفس التايمر بتاع الديد. وضحت؟ تمام. لو حبيت بقى ان انا اغير الهلو انترفول او الديد انترفول، ده بيبقى على مستوى الانترفيس بير انترفيس ليفل. بمعنى ايه؟ ممكن يكون مثلا ار 2 كونكتد هنا مثلا شبكه بوينت تو بوينت براوتر ار 3 وكونكتد هنا بشبكه ان بي ام اي اللي احنا لسه مش عارفين عباره عن ايه بالظبط، ان بي ام اي. تمام، ممكن اخليه يبعت الهيلو هنا 5 ثواني، كل 5 ثواني هغيرها عن الديفولت واسيبه هنا على الديفولت، يعني يبعت الهيلو كل 10 ثواني، والديفولت هنا ان هو بيبعت الهيلو كل 30 ثانية. يبقى الراوتر الهيلو بتاعته مش بتبقى جلوبالي على مستوى الراوتر، ده بتبقى بير انترفيس ليفل على حسب الانترفيس كونكتد بنوع نتورك نوعها ايه. وضحت؟ يبقى لما اغير الهيلو تاني تتغير على مستوى الانترفيس. هاجي هنا على ار 2 انزل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 واقول له اي بي او اس بي اف قيمه الهيلو انترفال، لو استخدمت الهيل طالبها مني بالثواني، هقول له 5 كده بسرعه بسرعه. شو اي بي او اس بي اف نيبر، ركزوا على الديد تايمر. اوبا، قال عن كام؟ 30. عن 30. تمام، اول مره وانا لسه مغيرها بيبص على الديد تايمر القديم،
بعد كده هيبص على التيب تايمر الجديد اللي هو اكيد دلوقتي هيبقى 20. تمام؟ طالما قل عن 30 قلنا تاني معنى كده ان النيبر ريليشن شيب ما بيني وما بين جاري دلوقتي بتوح. ما بيني وما بين جاري ايه؟ بتوح. خمس ثواني ويطلع لي سيس لوج دلوقتي يقول لي ان النيبر بقى داون. النيبر وحيد فروم فول تو داون نيبر داون. وبطبيعه الحال دلوقتي لو قلت له شو اي بي وست اف نيبر مش هيجيب حاجه، ولو قلت له شو اي بي راوت مش هيجيب حاجه من جاري. خلاص الراوتنج تيبل مش هيصدر فيه شبكه الوحيد. وضحت؟ انا مش عارفه ايه المشكله، او قبل ما اقول مش عارفه ايه المشكله، شو اي بي وست اف على الانترفيس سيستم اوفر زيرو، الهيلو والديد والويت بالظبط. تمام؟ الدنيا واقعه، نعمل ايه؟ ديباج اي بي او اس بي اف هيلو. بص بيبعت الهيلو على مين؟ على المنتج كاس ادرس 224.005 لقط اللي انا عايزاه. ريسيفد هيلو فروم وحايد مس ماتشد هيلو بارامترز، عندك مشاكل في الهيلو. ليه يا عم؟ قيمه الديد الريسيفد واللوكل. الهالو الريسيفد واللوكل السبنت ماسك هو هو. يبقى عرفت كده ان حد لعب اصلا في قيمه الهالو انتربول على الراوتر ده، وبالتالي غير الديد انتربول. تمام؟ تعالوا نصلح اللي احنا عملناه. هنزل تحت الانترفيس تاست 1 اوفر 0 واقول له اي بي، او تعالوا نستخدم الهيلب مش هو ده. هرجع تاني اغير الكوما دي لكام؟ اللي هي 10، او الغي الامر او ايه؟ ما انا لو لغيت الامر هيرجعه تاني عندي فولت، صح؟ المفترض دلوقتي يطلع لي سيستم يقول لي تاني ان تو راوترز بقوا نيبرز تاني فروم لودنج تو فول. وضحت؟ طيب لو انا حبيت دلوقتي بقى ان انا اغير الديد انترفول هقول له اي بي او اس بي اف ديد انترفول. تمام؟ يا اما ان انت تحطها لي بالثواني، فقلنا تاني ممكن ان انا اخلي كومت الديد انترفول بايه؟ بالثواني. يا اما ان انت تقول له مينيمال الاول. صحيح، باكد تاني لو انت غيرت الديد انترفول مش هياثر على الهيلو انترفول. تمام؟ طب لو انا قلت له دلوقتي مينيمال، مينيمال معناه خلي قيمه الديد انترفول اقل قيمه انت ممكن تتخيلها اللي هي ثانيه. اللي هي ايه يا شباب؟ ثانيه. تمام؟ طب لو خليتكم الديد انترفول ثانيه، امال الهيلو هتتبعد كل قد ايه؟ تستخدم بقى الهيلو مالتبلاير سي مثلا هقول له 3. تمام؟ الامر ده معناه الاول كده نشوف الشبكه وهي بتقع. ها؟ شو اي بي بوست اف نيبر. تمام؟ حولها لي حتى بالملي سكند، والتايم قل عن 30 ثانيه. تمام؟ قلنا اول مره بيبص على الديد تايمر القديم، شويه كده 14 ثانيه وهلاقي الشبكه وقعت. تمام؟ الامر اللي فوق ده معناه ابعت لي الهيلو 3 مرات في الثانيه. الامر ده معناه ايه؟ ابعت الهيلو 3 مرات في الثانية. اوعى حد في البرودكشن يعمل كده. صحيح الشبكة بعد كده هتبقى سريعة جدا جدا جدا. أنا بتكلم أصلا إن كومت الديد انترفول هيديتكت أصلا أي مشكلة في جار في خلال ماكسيمم ثانية. فالشبكة هتبقى سريعة جدا، بس في نفس الوقت أنت عامل لود عالي جدا على البروسيسور. معنى كده إن ار 2 البروسيسور بتاعه مطلوب منه إن هو يجنريت 3 هيلو في الثانية. تمام؟ يقوم جارك يعمل بروسيسنج لثلاثة هيلو في الثانية، لود عالي جدا ولا لا؟ طب افرض دلوقتي ان انا عايز الشبكة تبقى سريعة، في ناس كانت تقول لي ما انت برضه مستنية 40 ثانية عشان فعلا يديتكت جاره، وانت بتقول لنا ان بروتوكول الاو اس بي اف سريع جدا. هو سريع جدا. قدامك حلين. الحل الاولاني اللي انا بقول لك اهو من اوله بلاش تعمله، ان انت تعدل في الهيلو انترفول والديد انترفول تخليهم قيم قليلة، وبالتالي الشبكة بتاعتك هتبقى سريعه جدا. اوعى تعمل كده. لو مفيش سبب قوي ان انت تغير الديفولت اوعى تغيره. تمام؟ الطريقه الثانيه اللي بتخلي الشبكه بتاعتي سريعه جدا فيتشر ان شاء الله هتدرسوه في السي سي ان بي اسمه بي اف دي باي دايركشنال فورورد ديتكشن. تمام؟ ده فيتشر كده بيشيل اللود خالص من على البروسيسور، حته اي سي هي كده هي اللي بتبقى مسؤوله عن الموضوع يعني. تمام؟ وبيخلي الشبكه سريعه جدا جدا، بتكلم في الملي سكند من غير ما تعمل اي تاثير نهائي على البروسيسور. تمام؟ طيب بالنسبه للهيلو انترفول والديد انترفول هلاقي سيناريو هضطر فيه ان انا اغيره؟ في سيناريوهات هتدرسوها باذن الله بس مش في الكورس بتاعنا. تمام؟ في انواع معينه من التوبولوجيز لازم بايدي اغير قيمه الهيلو انترفول وبناء عليه الديد انترفول
تمام؟ لو انا مش عملت كده حرفيا الشبكه بتقع مش بتشتغل. ففي سيناريوهات فعلا بضطر ان انا اغير فيها القيم دي. لكن لو انت بتتكلم عشان الكونفرجنس يبقى سريع بلاش بلاش تغير. انت بتعمل لود على البروسيسور خليك تبص الافضل على مين؟ اللي هو الطريقه بتاعه البي اف تي الباي دايركشنال فورورد ديتكشن. واضح يا شباب؟ طيب تعالوا نخلي التايمر هناك نفس القيمه كده عشان اوريكم قد ايه هو سريع. تحت الانترفيس فاست زيرو على زيرو تمام. هيطلع لي سيس لوك دلوقتي. ها وضحت؟ طب بصوا كده لو انا جيت دلوقتي على ار 2 ولغيت الامر، ما هو طالما لغيت الامر ده يبقى رجعت التايمرز سوري يبقى رجعت التايمرز على الديفولت تمام. دلوقتي هو هيبص على الديد انترفل الجديد اللي هو ثانيه. بصوا بقى واحد طلع لي سيسلوك قال لي ان النيبر تمام. نلغيه برده من هناك عشان انا ناويه اكمل كل اللابات النهارده على ده عشان يرجعوا تاني نيبرز زي الفل. اي اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام نرجع تاني لسؤال عادي. هو احنا هنا حصل ده لما غيرنا قيمه الهيد تمام. المفروض ان هو ما يحصل يعني المفروض ان انا هنا كنت اروح اغير الهيد عشان يعني ترجع تاني. انا لما رجعت كل حاجه تاني يا عبد الرحمن فطبيعي بص على التايمرز القديمه. يعني انا بتكلم اصلا في اول كيس ان انا سين انا هو انا مش استنى اقف الفيديو. بصوا كده نسجل السؤال ده عشان انا بتساله كتير تمام. دلوقتي عبد الرحمن بيسال لو انا عندي توبولوجي كبير 500 راوتر تمام وانا قررت لاي سبب من الاسباب ان انا مضطره ان انا اعمل كونفيجريشن على 500 راوتر تمام. هاجي على 500 راوتر الف عليهم واغير الهيلو انترفول، ايه المشكله؟ اولا انت اصلا مش قاعد تاخد فلوس على الفاضي ده اولا تمام. ثانيا في النتورك يا شباب غير السيستم ادمن، في النتورك عاده الشبكات بتبدا اصلا ان هي تتبني واحده واحده. بمعنى انت عندك اتنين راوتر في يوم من الايام بقوا ثلاثه، في يوم من الايام بقوا اربعه، في يوم من الايام بقوا مش عارفه ايه تمام. فهتلاقي نفسك ان انت لو غيرت حاجه زي دي بتبدا ان انت تعملها على راوترز معينه لان القديم خلاص اشتغل عليها. فعاده الكونفيجريشن مش مطلوب منك تعمل كونفيجريشن ل 500 راوتر في قاعده اصلا ده اولا تمام. ثانيا هفترض السيناريو اللي انت بتتكلم فيه ان انت فعلا دلوقتي مطلوب منك تقوم 500 راوتر تعمل عليهم كونفيجريشن في خطه واحده، امال ليه عاملين التكنولوجي بتاعت الاوتوميشن اللي هندرس منها جزء في اخر الكورس؟ في الاورينتيشن لما كنا اتكلمنا عن موضوع اسمه اوتوميشن، يبقى انت وانت قاعد في مكانك بترن سكريبتيه تشتغل على الراوتر تعمل له هو كمان حتى باور اون وترن عليه وهو بيقوم يعني ترن عليه كل الكونفيجريشن اللي انت عايزها. انما عاده شغلنا بيبدا يعني ستيب باي ستيب بالظبط تمام. وحتى لو حتى انا عمري ما شفتها بس حتى لو اتطلب منك تعمل كونفيجريشن ل 50 راوتر وفات ما تعمل يعني؟ هو انت رايح تعمل ايه يعني؟ مش فاهم. ايه؟ ما فيش سيرفر مثلا كونفيجريشن. طب استنى وقف. ايه؟ لو انا جيت دلوقتي بقى على ار واحد قلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر تمام؟ قال لي دلوقتي ان جاري اللي هو الاثنينات بقى حالته دي ار. ثانية واحدة أنا متأكدة إن أنا أول ما بدأت شرح النهاردة كان ار واحد هو دي ار لأن إحنا اتفقنا هو اللي قام الأول صح؟ أمال إيه اللي حصل؟ مش أنا وقعت النيبر ريليشن شيب وقام التاني فنمشيها تاني ستيب باي ستيب. مين اللي هيبقى دي ار اللي قام الأول؟ الاتنين قايمين أهو حصل فيها طول بقى. بعد كده هيبص على البريورتي حصل فيها طول لأن البريورتي أنا مش لعبت فيها واحد على الاتنين باي ديفولت حصل فيها طول. ساعتها هيبص على الريد الأعلى، الريد بتاع ار واحد وحيد، الريد بتاع ار اتنين اتنينات، تمام؟ يبقى مين هو دلوقتي دي ار؟ الاتنينات اللي هو الأعلى ده دي ار وأكيد أنا ساعتها دي ار. واضحة؟ عايزة ألعب بقى في دي. عايزة أخلي دلوقتي ار واحد هنا هو دي ار. بالمناسبة التوبولوجي ده اللي قدامكم ده ده نوع توبولوجي قلنا بروكاست، مش هيفرق معايا نهائي مين هو دي ار ولا البي دي ار خالص، حتى لو عندي عدد كبير من الراوترز كولكتد على نفس الاثرنت سيجمنت مش هيفرق معايا لان في النهايه اللينك ستيت داتابيز بتبقى واحده على الاثنين تمام. احنا بس بنعمل الكونفيجريشن عشان نتعلمها ازاي. لكن في سيناريوهات برضو مش هناخدها في الكورس بتاعنا، في سيناريوهات معينه لازم راوتر معين يبقى هو دي ار يا اما الشبكه حرفيا بتقع تمام. طيب انا عايزه دلوقتي ار واحد يبقى هو الدي ار، اعمل ايه؟ اعلي عليه البريورتي
وبرضو البريورتي بتتغير بير انترفيس ليفل. بمعنى ممكن اخلي البريورتي هنا بخمسة عشان يبقى ار واحد هو دي ار بالنسبة لار اتنين، وممكن يكون كونكتد بتوبولوجي تاني هنا بوينت تو بوينت، وبالتالي لا دي ار ولا بي دي ار، وممكن اخليه دي ار اذر بالنسبة لشبكة تانية. يبقى اللي اقصده ان الراوتر بيلعب اكتر من وظيفة على مستوى كل انترفيس عليه، لان كل انترفيس عليه بيكون كونكتد بنوع نتورك مختلف، بيكون ايه؟ كونكتد بنوع نتورك مختلف. وضحت؟ طيب يبقى تاني هاجي على ار واحد دلوقتي وانزل تحت الانترفيس فاست زيرو اوفر زيرو وعلي عليه البريورتي اي بي او اس بي اف بريورتي. احنا اتفقنا ان البريورتي من زيرو لغايه 255، اللي ليه رد اعلى هو ده اللي بيبقى دي ار، تاني رد بي دي ار، اللي ليه بريورتي زيرو مش بيشارك اصلا في عمليه الانتخابات. تمام؟ لو قعدت 100 سنه دلوقتي استنى ان ار واحد ده هو يبقى دي ار، مش هيبقى دي ار، شو اي بي او اس بي اف نيبر. تمام؟ رغم ان البريورتي فعلا اتعدلت بس لازال ار واحد بي دي ار. ليه؟ احنا اتفقنا اللي بيمسك في الكرسي اللي بيتنيل على عينه يمسك في الكرسي، تمام؟ يفضل ماسكه. نعمل ايه؟ نوقعه ازاي؟ قلنا اربع طرق، يا اما ريلود. طب نمسيهم واحده واحده. ها يا عرفت ان انتم مذاكرين بسم الله ما شاء الله، ايه العسل ده وليه؟ ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ ها اول طريقه ريلود، ثاني طريقه كلير للبروسيس. قلت لكم ريلود بيطول انا مش بفضله. تاني طريقه كلير للبروسيس وبرده انا مش بفضلها لان بتبقى سريعه جدا. تالت طريقه شوت داون للانترفيس بتاع دي ار، فلما يدخل بعد كده بوظيفته يتخانقوا ونشوف تاني مين الاول. تمام؟ اخر حاجه البريورتي تخليها بزيرو على دي ار والبي دي او وترجع تاني تعليها مفيش مشاكل، هيكون حصل الكشن لواحد جديد. تعالوا نجرب الاولانيه مثلا اللي هي كلير للبروسيس. هاجي على دي ار اقول له كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. طبعا هنا مش هتوضح قوي لان انا عندي الحوار كله دي ار وبي دي ار، كانت توضح قوي لو انا عندي كمان مجموعه من دي ار اذرز، وبالتالي مجرد ما اعمل كلير للدي ار والبي دي ار يحصل الكشن ما بين الدي ار اذرز. تمام؟ انما هنا مجرد ما اعمل كلير للبروسيس للدي ار اكيد البي دي ار هيلكت نفسه مكان. تمام؟ يس. بصوا بسرعه، قال لي ان النيبر وهيتداون، النيبر بقى اب تاني. تمام؟ كده لو قلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر بقى فعلا دلوقتي ار واحد هو الدي ار. وضحت؟ تعالوا نرجع تاني كل حاجه على الديفولت. هاجي على ار واحد، تمام؟ ارجع كل حاجه على الديفولت، يعني اخلي البريورتي بواحد او زي ما اتفقنا الغي الامر. تمام؟ واجي هنا بس اقول له كلير اي بي او اس بي اف بروسيس عشان ارجع تاني كل حاجه على الديفولت. وبالتالي لو قلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر بقى دلوقتي الاثنين الدي ار، يبقى اكيد ار واحد البي دي ار. تمام؟ ليه؟ نمشيها تاني من الاول، اللي قام الاول الاثنين مع بعض حصل تاي، الريد اسفل بريورتي الاعلى، انا رجعت كل حاجه على الديفولت فحصل تاي، بعد كده هيبص على الريد الاعلى ار 2 فعلا دي رد اعلى اتنينات دلوقتي فبقى هو فعلا الدي ار. تمام؟ طيب نراجع بقى كده على الرد، الرد بيتحسب ازاي؟ مانوالي كونفيجر اعلى اي بي على لوك باك، حتى لو مش كنت شغلت على اوس بي اف اعلى اي بي على انترفيس حقيقي. تمام؟ شفنا اللوك باك واعتقد الانترفيس الحقيقي مش مستاهله، يبقى ناقصني ان انا اغير الرد بايدي. تمام؟ الراوتر ككل بيبقى له رد واحده بس، الراوتر ككل بيبقى ايه؟ ليه قيمه واحده بس. والرد على فكره بتبقى قيمه اربيتروري، بمعنى دلوقتي مثلا ينفع ده يكون اي بي، ده مستحيل يكون اي بي، لكن ينفع ان هو يكون رد، لكن ينفع ان هو يكون رد. تمام؟ لان الفكره ان هو بيتمثل في 32 بت. تمام؟ طيب تعالوا مثلا نخلي دلوقتي الرد هنا على ار واحد، طبعا الرد على ار اتنين اتنينات، هخليه مثلا هنا 2 2 255 0 0، ده ينفع يكون اي بي؟ لكن اتفقنا ينفع ان هو يكون ريد. تمام؟ هو بيبص ازاي بقى؟ بيبص الاول على القيمه اللوكال الليست سيجنفكنت بت اللي هي على الشمال، حصل طاي صح؟ القيمه اللي بعديها دي هنا كده 2 دي كده 255، مين الاعلى؟ ال 255، يبقى هو ده الدي او. تعالوا نعمل الكلام ده بقى كده. تمام؟ قلنا تاني الراوتر ككل بيبقى له رد واحده بس،
فبتتظبط تحت البروسيس. بتتظبط فين؟ تحت البروسيس. فاقول له هنا راوتر اي دي 22500. الراجل المحترم قال لي لو سمحتي اعملي كلير للبروسيس عشان الرد الجديده تيك افكت او ريلود. تمام، هعمل له كلير للبروسيس. بصوا بقى جري كده، لو جيت على ار 2 شو اي دي واس بي اف نيبر، اوبا لقيت دلوقتي في عندي الوحايد ولقيت عندي القيمه الجديده. تمام، بس الفكره دلوقتي ان الوحايد الديت انترفل بتاعها بيكسباير، لكن الجديد بيرسل ولسه في مرحله اي اكس ستارت. قلنا في الاي اكس ستارت بيحددوا مين هو الماستر ومين هو السليف. تمام، ولغايه دلوقتي مش متحدد مين الدي ار او البي دي ار، وبالتالي الاثنين دي ار اذر. تمام، 10 ثواني كده ويطلع لي اثنين سيسلوج. السيسلوج الاولاني هيقول لي ان النيبر وحايد داون، والسيسلوج الثاني هيقول لي ان الريد الجديد اب. تمام، ادي النيبر وحايد داون والريد الجديد اب. تمام، ها زي الفل ماشي يا هبل انت وهو. طيب قال لي دلوقتي ايه ده، ثانيه واحده، انا كنت متوقع ان هو ده يبقى الدي ار على اساس ان دي رد اعلى. لا، ما احنا اتفقنا ان طالما في دي ار مسك في الكرسي. شفنا ازاي اعمل له كلير، والريلود متهيألي مش مستاهله. تمام، كده نستنى طريقتين تانيين، يا اما نعدل في البريورتي على الدي ار وارجعها تاني عليها مفيش مشاكل، يا اما اعمل شوت داون للانترفيس بتاع الدي ار. اختاروا اللي انتوا عايزينه، انهي طريقه؟ نعمل شوت داون. حاضر، هاجي على ار 2 اللي هو الدي ار. تمام، انزل تحت الانترفيس فاست وان اوفر زيرو، رغم ان انا يا مادي قايله طريقه البريورتي ريكومندد اكتر، بس ماشي حاضر. شوت داون، وبعد كده نو شوت داون. تمام، تمام، لو قلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر، فعلا دلوقتي بقى ده هو الدي ار. بقى ده هو مين؟ يبقى اكيد انا بي دي ار. وضحت؟ حد تاني في حاجه؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نقوم دلوقتي الاوثنتيكيشن. طبعا مش محتاجه اشرح كلمه نظري في الاوثنتيكيشن، صح؟ تمام، قلنا اوثنتيكيشن معناه تحقق، بمعنى ان عايز اضمن فعلا ان ار واحد اللي بيبعت لي الابديت فاستلم منه الابديت، وان ار 2 بيبعت لار واحد هو فعلا ار 2 اللي بيبعت لار واحد ابديت فاستلم منه ابديت. تمام، الاوثنتيكيشن بتاع الريب كنت بكريت سلسله مفاتيح وكل مفتاح يشتغل من كام لكام والهيصه دي كلها. تمام، الاوثنتيكيشن بتاع الاو اس بي اف ابسط من كده بكتير، انت بتنزل تحت الانترفيس اصلا وترن الاوثنتيكيشن بس كده. تمام، وعندك ثلاثة مود، المود الاولاني نل، الثاني كلير تكست، الثالث ام دي 5. بالنسبه للنل بنسميه تايب 0، ده بسميه تايب 1، ده بسميه تايب 2. تمام، النل انا لغايه دلوقتي مش شايفه له اي لازمه في الحقيقه، انا لغايه دلوقتي مش عارفه اصلا هم عاملينه ليه بصراحه. تمام، نل ده معناه مفيش اوثنتيكيشن. طب ما انا مش هعمل اوثنتيكيشن، ايه لازمه الامر؟ تمام، مش عارفه يعني بصراحه. كلير تكست متهيألي واضحه ان اي من ان ذا ميدل هيلقط الكي. ام دي 5 معناه ان الكي متشفر، البيلود مش هيتشفر، البيلود الشبكات والال اس اي والكلام ده ما بينهم مش بيتشفر. تمام، مين اللي بيتشفر؟ الكي بس. تمام، تعالوا نقوم بقى دلوقتي كده اوثنتيكيشن. قلت لكم تاني الاوثنتيكيشن بيبقى على مستوى الانترفيس. تمام، فهنزل تحت انترفيس فاست 0 على 0 اقول له اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن. لو استخدمت الهيلب قال لي انت عندك اوثنتيكيشن واوثنتيكيشن كي. طب نخلينا في الاولاني اوثنتيكيشن. تمام، مسافه، لو استخدمت الهيلب الامر بتاع اوثنتيكيشن عشان احدد المود، فانا عندي ثلاثه مود، مسج دايجست اللي هو الام دي 5، نل اللي لغايه دلوقتي مش فاهمه ايه لازمته في الحياه، سي ار كرييت يعني كلير تكست. سي ار يعني ايه يا شباب؟ كلير تكست. تمام، وبعد كده اقول له اوثنتيكيشن كي، احدد بقى الكي ذات نفسه. تمام، حط لي هنا الباسورد، وقال لي ان الباسورد ماكسيمم تكون 8 كاركتر. طب لو حطيت له، لو حطيت لي 9 كاركتر انتر، قال لي وارنينج ذا باسورد ويل كي ويل بي ترونيكيتد تو 8 كاركتر، يعني هيقص اول 8 كاركتر. هيقص ايه؟ اول 8 كاركتر. تمام، حتى كتاكيد لو قلت له دلوقتي شو رانينج على الانترفيس فاست 0 على 0، فعلا قص اول 8 كاركتر. طبعا طلع سيسلوك دلوقتي بيقول لي ان النيبر بقى داون، لان الطرف الثاني لسه مش قومت عليه اوثنتيكيشن. قبل ما اقومه
هنت بس كده بسيطه. طبعا انا شغاله على iOS فيرجن 15 تمام. ايام iOS 12.4 تمام ما كانش بيديني الورنينج ده، بس برضو كان بيقص اول 8 كاركتر تمام. هاجي دلوقتي عند R2 الدنيا وقعت وانا مش عارفه ايه اللي حصل، فهنعمل ديبج iOS adjacency. adjacency ده اللي يجيب لي مشاكل الاوثنتيكيشن. كانت في ناس بتقول لي طب ليه انت مش عارفك ان هي مشكله اوثنتيكيشن، ما تجرب هلو ما جابش حاجه بقى adjacency. ما هو مش بيطلع من الحاجات اللي بنشرحها ده يا شباب تمام. لو قلت له انتر قال لي مس ماتشد اوثنتيكيشن تايب، عندك مشكله في الاوثنتيكيشن تايب. ليه يا عم؟ الانبوت سبيسيفايد اللي جاي لي تايب 1 اللي هو كلير تكست، ويوز تايب 0 تاكيد اهو انا على ار 2 مش عملت اوثنتيكيشن، تاكيد اهو ان تايب 0 هو النار نفسه صح. يبقى الدنيا عشان تشتغل محتاجه اعمل ايه؟ اجي على ار 2 هو كمان ورن عليه الاوثنتيكيشن صح. بصوا بقى كوبي وبست هنا بينفع قوي. لو جيت على الراوتر الاولاني قلت له وريني الكونفيجريشن اللي تحت 0 على 0، تحت 0 على 0 مش هما الامرين دول اهو زي الفل. المفترض دلوقتي يطلع لي سيسلو يقول لي ان تو راوترز ام وزي الفل. ولو جيت دلوقتي اعمل كابتشر للترافيك هتشوف تمام. ادي باكت او اس بي اف اهو تمام. طيب جايالي من 10.002 راح على 224.005 المنتج كاست ادرس بتاع الهيلو تمام. الاو اس بي اف شغال في انهي لاير؟ 1 2 3 4. هو فين بالظبط؟ قال لك الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي الاثنين ليهم بروتوكول نمبر خاصين بيهم. اشبهها لكم بايه؟ مثلا بالتي سي بي او اليو دي بي تمام. مش التي سي بي جواه بروتوكولات واليو دي بي جواه بروتوكولات، فبنقول عليه بروتوكول جروب. بقول عليه ايه؟ بروتوكول جروب. يعني من الاخر الاو اس بي اف والاي جي ار بي مش بيتعمل لهم انكابسيوليشن جوه تي سي بي ولا يو دي بي تمام. لان في بعض الباكتس جواه ما ينفعش اصلا ان هي تبقى ريلايبل زي الهالو، وباكتس ثانيه يهمني ان هي تبقى ريلايبل في حاله التشينج. يهمني ان انا لو بعت مثلا تغيير حصل عندي الطرف الثاني يبعت لي اكنولج تمام. فاللي بيتعمل له متريجر ده اكيد، بس اقصد ان انا مستنيه اكنولج من الطرف الثاني تمام. فاللي بيتعمل له انكابسوليشن جوه تي سي بي ولا يو دي بي. عشان كده في ميسنج هنا، ادي الاي بي وبعد كده الاو اس بي اف على طول، لا ظاهر هنا تي سي بي ولا ظاهر يو دي بي تمام. وللدقه الاو اس بي اف شغال في بروتوكول نمبر رقمه 89، وبالنسبه للاي او جي ار بي اللي اتلغى من علينا ده للاسف رقمه 88 تمام. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للاو اس بي اف. لو جيت فتحت الاو اس بي اف بقى كده باكت ودخلت هنا على الاو اس بي اف تمام، ادي الهيدر جواه الباسورد اللي هي بالظبط، وشايفين ال اس اي ادي البيلود اهو كلير تكست عادي تمام. يبقى كده ده مش كويس. طب بقى كده ده كده مش كويس. نشتغل بقى النوع الثاني اللي هو المود الثاني اللي هو ان دي 5 تمام. الاول نلغي الاوامر تمام. بصوا بلغيها ازاي؟ شو رانينج على الانترفيس بس 0 على 0 واقول له نو، واخد كوبي من الامرين كليك يمين كنترول اي نو. شفتوا الكوبي والبست بيسهل ازاي؟ نرن بقى الاوثنتيكيشن بتاع الام دي 5 اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست، ادي اول امر. وبعد كده اي بي او اس بي اف مسج دايجست كي، رقم الكي اللي هو 1 ماست ان هو يماتش طالما شغاله ام دي 5 تمام. والكي بتاعي ماكسيمم في مثلا هكتب 1 2 3 الاوامر اهو عشان ما حدش يتلخبط. شو رانج على الانترفيس فاست 0 على 0 ادي الامرين اهو تمام. ان الاوثنتيكيشن بتاعي نوعه مسج دايجست وادي الكي. ما حدش يكتب لي المود مسج دايجست ويكتب لي اصلا الكي بنفس الطريقه القديمه اللي هو الامر اللي كان شغال على الكلير تكست. مش هيشتغلوا مع بعض، مش هيدي ايرور بس مش هيشتغلوا مع بعض تمام. طبعا طلع سيسلوك قال لي ان النيو ريليشن شيب وقعت. يبقى اجي هنا اعمل ايه؟ نلغي ده ونشغل ها الام دي 5. قبل ما اعمل كده لو جيت قلت له ديباج نشوف ايه المشكله. قال لي مس ماتشد اوثنتيكيشن تايب، الانبوت اللي جاي لي تايب
2 اللي هو ام تي 5 ويو تايب. شفتوا الاحترام؟ فاكرين الريب كان يقول لي انفاليد اوثنتيكيشن ويسكت، لكن هنا بيحدد لي بالظبط ايه مشكله الاوثنتيكيشن. تمام، يبقى تعالوا بقى نصلح ده كده. هدخل تحت الانترفيس فاست 1 اوفر 0 هقول له اي بي او اس بي اف، او الاول نلغي اسفل الاوامر القديمه شو راننج على الانترفيس فاست 1 اوفر 0. تمام، وهيجي هنا اقول له نو. تمام، ونشغل بقى الاوامر الجديده. هاخدها من هنا كوبي وبيست، وطبعا قلنا الكي ماكسيمم 16 كاركتر، لو زاد عن 16 هيقص اول 16. ينفع بالمره اعمل كده؟ تاني كده؟ ايوه، مش ينفع سبيس بتتحسب كاركتر. ايوه كده، المفترض يطلع لي سيسلو يقول لي ان تو راوترز رجعوا تاني فروم لودنج تو فول. لو جيت دلوقتي بقى اعمل كابتشر للترافيك، ستارت كابتشر، ستارت واير شارك، نلقط بس واحده او اس بي اف، ادي واحده اهي، دبل كليك. تمام، اوبن شورت ستاسفرست، ادي الهيلو. تمام، بيقول لي دلوقتي فين 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 الهيدر اسفل، بيقول لي دلوقتي ان التايب بتاعي كريبتوجرافيك تايب 2. تمام، كريبتوجرافيك اللي هو علم التشفير، اللي هو ايه؟ علم التشفير، رقم الكي كذا، الباسورد متشفره اهي. تمام، وفي فيرجنز من الاو اس بي اف على فكره بتسبورت كمان الاس اتش اي، بس تلاقي الكي بقى متشفر لغايه هنا كده. تمام، وقلت لكم تاني ده مش معناه ان انا بشفر البيلود، الكي ذات نفسه متشفر، لكن البيلود الشبكات اهي كلها كلير تكست. وضحت؟ هنتايه بس كده بسيطه. افرض دلوقتي هنا ان انا عند ار 1 وار 1 ده مثلا عليه اكتر من انترفيس كلهم في اريا 0، عليه مجموعه من الانترفيسز 1 2 3 كلهم في اريا 0، وعايز اقوم الاوثنتيكيشن هنا وهنا وهنا. تمام، كلهم كلير تكست او ام جي 5. بدل ما انزل تحت كل انترفيس مستقل واحدد المود اللي انا هشتغل بيه، ممكن ان انا احدد المود على مستوى الاريا، على مستوى الاريا. فهنزل تحت الاو اس بي اف راوتر او اس بي اف 1 واقول بالنسبه للاريا هو تبع اريا كام، الاوثنتيكيشن بتاعي، واحدد يا اما مسج دايجست يا اما انتر، يعني كلير تكست. شالوا النل الغبيه اهو. تمام، بس بي فيري كارفول، انا كده حددت المود، لازال محتاجه انزل تحت الانترفيس عشان احدد الكي، بس على الاقل وفرت المود بدل ما تكتبه على كل انترفيس، انت حددته جلوبالي على مستوى الاريا. هنت كمان، لو انا قلت له مثلا هنا انتر، يبقى انا كده الاريا دي في اريا او في اوثنتيكيشن نوعه كلير تكست، لكن تحت الانترفيس صراحه قلت له ان هي ام جي 5، يبقى مين اللي هيتيك افكت؟ اللي مكتوب تحت الانترفيس. تمام، يبقى انا كده شغلته جلوبالي كلير تكست، يبقى كلير تكست على كل الانترفيسز اللي انا مش هحدد عليها مود، لكن الانترفيس اللي انا نزلت تحتيه صراحه قلت له ام تي 5، الام تي 5 هي اللي هتوفر رايت، المور سبيسيفيك هو اللي بيتيك افكت. حد وقع مني كده في حاجه؟ تمام، بصوا كده معايا، دي تاسك ده عالي. تمام، هتوصله سويتش، السويتش ده عليه 4 راوتر. تمام، سويتش عادي انمانجبل، يعني من هنا اصلا يا مجدي انمانجبل سويتش، انمانجبل يعني ملهوش واجهه اصلا اعمل عليها كونفيجريشن، كليك يمين مفيش اصلا، سيبك من كونسول دي ملهوش في انترفيس اصلا. تمام، ده اسمه ايه؟ انمانجبل سويتش، واجهه بس مش اكتر عشان اوصل عليه الراوترز دي، وتشغل لي عليه الاو اس بي اف. بعد ما تشغل عليه الاو اس بي اف تكتب امر شو اي بي او اس بي اف نيبر على الكل. هتلاحظ حاجة غريبة. تمام؟ عايزاكم تديتكتوا ايه الحاجة الغريبة دي ونتناقش فيها ان شاء الله. تمام؟